الفكر يحتاج لأن يرتقي أكثر حتى نواصل التقدم. أني هسه مثلا أعطيك مثال، وهي تجربة تختلف عن كرة القدم. في الإمارات مثلا، في الإمارات مثلا قبل 40 سنة ما كان عندهم هذا البناء، 40-50 سنة ما كان عندهم هذا البناء، لكن سووا. هو أنا عفوا كابتن، أنا هو الغرض من سؤالي كيفية التأسيس للمستقبل، نظرة نظرة قريبة ونظرة بعيدة المدى. لازم نجيب ناس متخصصين لهم تجربة حقيقية من برا، حقيقة مثل ما من برا التجربة القطرية. اي ماكو غير حل. ماكو يعني قصدك حل. الاستعانة بأجانب؟ اي طبعا. موامة ممكن تصير يعني أجانب ومحليين؟ ممكن اي، بس لازم اكو إرادة حقيقية وتعطى الصلاحيات للعمل بحرية. لان انت شنو فايده تجيب الاجنبي وما تعطيه الحريه للعمل، ما تعطيه الادوات الحقيقيه.